فيلم الفيل الأزرق واحد من أهم أفلام السينما المصرية اللي فتح مجال للرعب وخلى كله يتجرأ، وكله بقى بيعمل دلوقتي أفلام ومسلسلات بالشكل ده. دي حاجة حلوة بس ساعات بتخيش مننا، بس تمام. بص بقى، لو عجبك الجزء الأول يبقى أنت ما قريتش الرواية، لأنك لو قريت الرواية خيالك هيبقى أجمل من أي صورة أنت ممكن تشوفها مخرج يقدمها لك. ولو عجبك الجزء التاني أكتر يبقى أنت قريت الرواية وقارنتها بالجزء الأول، فشايف ان الجزء الثاني مستقل. انا بقى من الناس اللي ما قريتش الروايه، وفي الاول كان عاجبني الجزء الثاني، بعد كده لما شفت الجزئين بعد فتره كبيره الجزء الاول احلى. اقول لكم ليه؟ مبدئيا كده فكره الجزئين تقريبا واحده، احنا بنحكي في سيكونس واحد، شخص ملبوس وشخص ملبوس. الاول كان صاحب يحيى، ودي صاحبه لبنى. خالد الصاوي قتل مراته وهي حامل، وهند صبري قتلت جوزها وبنتها. الدكتور اللي مع الحاله دايما بيموت هنا وهنا. تسلسل الأحداث تقريبا واحد، حتى النهاية احنا ممكن نقول النهاية برضو شبيهة جدا. الاختلاف ممكن يكون أكيد في التقنيات والجرافيكس والحاجات دي كلها، أكيد اتطورت كتير في الجزء التاني وكان حاجة مبهرة، ولكن الجزء الأول ممكن أقول عليه ايموشنال أكتر. كان فيه لحظات كتير ضعف وخوف وحب، تحديدا في شخصية يحيى راشد. الجزء التاني تحس ان هو كده كوميرشال أكتر، لكن الجزء الأول كان متأثر جدا بالرواية وكان عايز يعرض لك معظم اللي في الرواية. بس في الجزء التاني تحس انه دايما كان بيعلي على الجزء الاول، حتى في اول مشهد لهند صبري مع واحدة معاها في العنبر قتلتها، في حين انه خالد الصاوي في اول مشهد في العنبر وفي تقريبا في نفس الموقف رزق واحد بالبوكس. بس الجزء الاول ما بين لكش حاجات كتير قوي كان ممكن يبينها لك، سبك انت تتخيلها، زي مثلا حادثة كريم عبد العزيز بمراته وبنته ما كانتش موجودة في الجزء الاول، هو حكاها لنيلي كريم. كان سهل جدا مروان حامد يحطها لك كفلاش باك، لكن ما عملش كده، في حين انه في الجزء الثاني المشهد اللي انتوا شايفينه ده والعربيه اللي اتقلبت هي دي العربيه بتاعت كريم عبد العزيز ومراته وبنته. شخصيات الجزء الاول وشخصيات الجزء الثاني بشوف انه شخصيات الجزء الاول كانت اقوى من الجزء الثاني، زي مثلا محمد ممدوح مقارنه بإياد نصار. مش بتكلم كممثلين، بتكلم كرسم شخصيه. محمد ممدوح عامل كاركتر، لكن اياد نصار عامل دور دكتور عادي. حتى مثلا عم سيد اللي الناس شافته عادي، لكن هو في الحقيقه جن، لكن كان دايما بيدي رساله لكريم عبد العزيز وهو ماشي، وبعد كده اكتشفنا الراجل ده ميت بقاله 3 سنين. في حاجات كتير في الفيلمين حلوه، ولكن رسم الشخصيات دايما بشوفه بيروح للجزء الاول. وخلينا نستنى الجزء الثالث ايه اللي هيحصل فيه، اللي انا بتوقع انه ممكن يبقى مفاجاه عن الجزء الثاني والاول، وما اظنش انه هيبقى نفس السيكونس. مستحيل انه هيكون في دكتور وهيكون، لانه المره دي المريض هو او الملبوس هو يحيى راشد الشخصيه الرئيسيه بتاعتنا، فهتلاقي خيوط الاحداث مختلفه تماما عن الجزء الاول والثاني. وبس ده اللي كان عندي النهارده. قولوا رايكم ايه في الفيلمين وفي الجزئين، بتحبوا انهي جزء اكتر؟ اشوفكم فيديو جديد، وقولوا لي نكمل في السلسله دي ولا لا. سلام.